ضيف الصباح لنهار اليوم يستضيف السيد سالم قاسمي مدير المعلوماتية وأمن الشبكة ببريد الجزائر للحديث عن اتفاقية بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. أرحب بك السيد قاسمي. صباح الخير، شكرا على الاستضافة، ومن خلالكم أحيي جميع مشاهدي ومتتبعي التلفزيون العمومي. شكرا. إذا تم إبرام اتفاقية بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، ما هو مضمون هذه الاتفاقية؟ نعم سيدتي، كما تعلمون ملف علاوة البطالة التي أقرها السيد الرئيس عبد المجيد تبون، واللي موجهة للشباب للفئة العمرية تاعهم بين 19 سنة و 40 سنة، شباب هذا بطال ذو جنسية جزائرية ومقيم في الجزائر، وهذا العلاوة المقدرة ب 13,000 دينار جزائري. كما تعلمون هذا الملف كان في أدراج، وكان في تشاور بين جميع القطاعات، لهذا ما في هيئة بريد الجزائر ومنذ أشهر للعمل على التنسيق بين جميع القطاعات، لا سيما الوكالة الوطنية للتشغيل لانام، وذلك من أجل السماح لصب هذه العلاوة في على مستوى الحسابات البريدية الجزائرية، على حسابات بريد الجزائر. هذه الاتفاقية تنص أولا على صب هذه العلاوة، وثانيا على التسريع في فتح الحسابات البريدية الجزائرية للمستفيدين الذين لا يملكون حساب بريدي جاري. جيد، يعني هذه الاتفاقية تدخل في إطار تكامل القطاعات من أجل نجاح هذه العملية التي تدخل شهر مارس الداخل بحول الله حيز تنفيذه. نعم، هي كانت فرقة عمل كانت مكونة من بريد الجزائر، الوزارة الوصية، وزارة العمل، ووكالة الوطنية للتشغيل. حددت ووضعنا كل من الميكانيزمات التقنية والإدارية من أجل صب هذه العلاوة في الشهر الداخل إن شاء الله، ويكون جميع مكاتب البريد تستقبل هذه الزبناء الجدد، واللي عندهم لم يكن لديهم حساب بريدي جاري من قبل. طيب، بخصوص الملف المخصص لإنشاء حساب بريد جاري، ما الذي يتضمن؟ هي في الحقيقة وضعت بريد الجزائر منصة رقمية عملوا فيها عليها لينوفو باشيلي، اللي كانت تجربة قيمة وحبينا نتمنوا هذه التجربة. عملنا منصة رقمية ccpnet.post.dz اللي تسمح للمواطنين بعمل التسجيل عن بعد. التسجيل الأولي عن بعد، هو تسجيل أولي، وبعد ذلك تقرب من المركز البريدي الذي يكون في نفس الادريس، في نفس الإقامة، في مركز الإقامة، يكون فيه بطاقة التعريف الوطنية، عندك البطاقة التعريف الوطنية، عندك الاستمارة والبطاقة الإقامة، مع على الزبون ولا المستفيد من البطالة وضع ورقة التسجيل اللي يقدر ياخذها من الوكالة الوطنية للتشغيل. انتهى. نعم السيد قاسمي، ما هي ربما المدة التي يستغرقها هذا الإجراء؟ هي فتح الحساب البريدي الجاري يقدر لا يتعدى 3 أيام. عندك اليوم الأول يوضع الملف، إذا كان الملف فيه البطاقة وفيه يستوفي كل الشروط، في ظرف 3 أيام يكون الحساب البريدي جاري، يقدر يقوم بعملية سحب. كما تعلمون عند فتح الحساب البريدي يكون هناك صك بريدي ليودع
يبعث الى المعني بالامر، والزبون يقدر يقوم بطلب البطاقة الذهبية. هذه البطاقة الذهبية تمكنه من سحب الأموال ديالو على مستوى 4000 مكتب بريدي، على مستوى الموزعات البريدية وموزعات البونط. يعني كل التسهيلات مقدمة لصالح البطالين الذين لا يملكون حسابات بريدية جارية. وهذا الصك البريدي والبطاقة الذهبية، لا سيما البطاقة الذهبية، راح تسمح للمستفيد من هذه المنحة من القيام بكل العمليات الرقمية وسحب الأموال بطريقة آنية وبطريقة في جميع المكاتب البريدية وفي البنوك أيضا عن طريق الموزعات البريدية في الموزعات الآلية الموجودة على مستوى البنوك. وهذه الجهود ربما تدخل في إطار رقمنة وعصرنة القطاع. هي بري الجزائر كانت دائما في الموعد، كانت دائما الركيزة في جميع العمليات الكبرى، عمليات شمولية وعمليات لو سيرفيس بيبليك، العمليات التي موجهة إلى المواطن البسيط في كل ربع الوطن. وهذا يتجسد عن طريق 4106 مكتب بريدي اللي هي موزعه في جميع التراب الوطني. هي مكاتب مرقمنه، عندها وسائل لوجستيكيه ورقميه مكثفه في جميع المكاتب البريديه، وتسمح للمواطن اللي راهو في تمرس ولا في الجزائر ولا في تلمسان حتى لتبسه بقيام بنفس بكل العمليات وبطريقه سكون ابل ليكيتي، بطريقه مساويه لجميع في جميع انحاء الوطن. جيد. سيد قاسمي، هل يجب احضار شهاده التسجيل الاولي الخاصه بمنحه البطاله والمحينه ربما؟ هي لاثبات انه هذا المواطن هو يدخل في اطار الاستفاده من البطاله. هناك وثيقه تودع من طرف الوكاله الوطنيه للتشغيل، وعلى المواطن وعلى الزبون، انا نتخذ كانه زبون جديد وزبون لبري الجزائر، عليه ان يودع هذه البطاقه، ولا مش بالضروري يروح ويحين البطاقه. اذا عنده ورقه تسجيل عند لانام يحطها في البريد في ملف فتح الحساب البريدي لاتخاذ الإجراءات من طرف بريد الجزائر وتسريع تفعيل الحساب. يعني تطمئنون الشباب البطال المستفيد من هذا القرار بأن شهر مارس بحول الله سيتم صب هذه المنحة لكل الشباب البطال كما قلت بدون استثناء، حتى الذين لا يملكون حسابات بريدية جارية سيتم ربما ضبط هذا الموضوع في 3 أيام كما قلت، ولا يتعدى الأمر ذلك. كل الميكانيزمات التقنية الآن عن طريق الإعلام الآلي، تبادل المعلومات بين وكالة الوطنية للتشغيل وبريد الجزائر، التعاملات تقوم بطريقة آنية وأوتوماتيكية. نطمن الشباب أن كل الميكانيزمات التقنية وحتى اللوجستيكية موضوعة من أجل التسهيل، وإن شاء الله راح نكون في الموعد 28 في الشهر الجاري إن شاء الله. إن شاء الله حتى التنسيق. نعم. حتى الوقت يوم صب هذه العلاوة اللي تقدر ب 13000 دينار هو وقت مدروس، لأنه في 28 في الشهر يكونوا للمتقاعدين اخذوا الاجر تاعهم، كل العمال اخذوا الاجر تاعهم لتمكين بري الجزائر استقبالهم بطريقه بأرياحية وفي ظروف جيده.
يعني تم اختيار تاريخ 28 من كل شهر لصب هذه المنحة الخاصة بشباب البطال والمقدرة ب 13,000 دينار جزائري. حتى اليوم كان مدروس، ما خلينا حتى تفاصيل، أخذنا كل التفاصيل وكل معلومات بدقة من أجل تحديد هذا اليوم بالذات، وهذا والشكر موصول لجميع الأطراف المعنية لا سيما الوكالة الوطنية ووزارة التشغيل اللي كانوا معنا وكتفونا ومشوا معنا في هذا اليوم. جيد، إذا الشباب البطال مدعو ابتداء من 28 مارس الداخل إلى أخذ منحة البطالة المقدرة ب 13,000 دينار جزائري. شكرا جزيلا لك سيد سالم قاسمي، أنت مدير المعلوماتية وأمن الشبكة ببريد الجزائر. بارك الله فيك، وبهذه المناسبة نقول نرحب بالزبناء الجدد اللي احطوا مؤسسة بريد الجزائر بالتكفل بهم بطريقة بأحسن طرق، وهذا ما يكون إلا بفضل العمال المجندين في ربوع الوطن وفي المكاتب البريدية. تحية إجلال وإخلاص لهذه العمال المرابطين في مكاتب البريد. شكرا وبالتوفيق لكم أيضا. مشاهدينا متواصلون معكم، فاصل ونواصل.